معنا موسى الفرسي هو اللي خرج بالثلاثة ديالو واش ما احسن واحد النهار ما كان فيه كاين كما كنقولوا النقلون في عندك راضي اللي ما بغاش تدير النقلون كاين راضي بحال هكا في الوقت الشمال هنا اللي زوينة خفيف وقيتها ديالو لا موسم طالع شحال كيبين واحد شوية وكرات بس يزار معروف وتتسامى ان شاء الله غادي يكون زين هذيك اللي ما كتحلاش 350 يعني 700 درهم كامل اللي غنديرو ان شاء الله اليوم هو 600 درهم داك الياس كاين اللي بغات اللون في اللون انا بحال هكا موجود ها هو اللون في اللون سي عبد الرحيم الصباح تخليها حتى الغدا غادي تصمت لنا ما يرضى عليه عارفين هاكا بحال هكا اللون في اللون وهاد لاموسين على الطارز تنقص تقدر دير حتى تكشيطة قطان جبلة هاد القميص تكمل القميص كاين هاهو سي مشات ديك راه ديال السومو كما قلت لنا هاد الطارز تنقص شنو هادي راه دير حتى لهم الخلية يجي زوين هاد اللون في اللون ديك راه خفيف عليه واحد شوية والتنصيب كذلك عطيني راه بالمجان يلاه عطيني لاطو في العواشر هادي العيد هذا سي مشات راه دير حتى كادو وصل العيد كما كنقولوا لي غدا ان شاء الله اللي مسافر ان شاء الله غير عند العائله والاصدقاء انا قدر ندي يعني كادو بحال هكا ديال بياس يعني كادو زوين تيحمر من داك كما كنقولوا الى ثوب الى لون الى الثمن الثمن سي مشات 600 درهم توصل للمجان على راجل راس على متر ونص بحال كريت بحال المسلمين ديالو ولا مشي ماشي في راك عرفت شنو مشي راه كاين غير 100 درهم الكوبو 20 درهم المتر ولكن كما كنقول حنا تخيطين بالتجربه ديالنا راه كاين كيتباع مطروز ومخيط وكل شيء شحال 100 درهم 150 درهم طراز ما ولكن انا كما كنقولوا بس مع الراجل وحيد تصير يبقى معك دائما بس كاين اللي كيدوز الشيطه اللي كيدوز كما كنقولوا راه كنحط لك مره فيديو ديال فيديو زيارو مطروز من البس يعني هذا الشيطه ديالو كتخيط راه كنمشي تما 10 درهم هاد الشيطه ديالو هذا السيت هاكم من الزوايا تصبح عندي تما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وديش دير الواس كما كنظن مختلفين على هادشي هادي كان في ستاد باغ خضر ملكي بالنسبة للخيط اللي راه طالع كما كنقولو هاد المرة مكيساليش هذا مثلا ديال واخا ما يوريش لك زعما مخيط عندي في المحل تيقدر يقول له هذه السوكه هذه السميه ديالها او الرقم ديالها هذا تي تفرضي الموديل اللي بغيتي مثلا كان فيها الخيط تقدر يوريك شي لانه مخيط في المحل يقول لك غتشوف الموديل اللي عجبك هنا كتبقى مثلا موديلات قلال يقدر عندهم موديلات حدا اخرين مثلا ما واجدينش لكن ما عارف انت السميه ديال السميه ولا ديال الخدمه اللي تقدر ديري بقى نمشي نقول له هذه السوكه الثانيه ان شاء الله عندك شي فيديو خاص غير السكيفه بوحدو والسميه ديالها وشوف الموديل ديالهم كيفاش داير. ما صورنا لهم والو على عالم الفضاء مدار هذاك الشيء ديال الخياطه ما درتش. الخياطه خدام وخا في القفاطه ان شاء الله نكملوا بغندير القفطان كامل. درت فيه النص قرب يكمل. من البدايه حتى النهايه ديال القفاطه كما كنقول اللي بغى يتعلم يتفرج على فيديو واحد غادي يتعلم الخياطه يعني درت من البدايه ديالو حتى اللحظه ديالو الفيديو كامل زعما ما كنقولش فيه النص. باقي التقسيمه ديالو ان شاء الله غادي نكمل. واللي بغى يتعلم يتفرج غير في هذاك الفيديو بوحدو. من البدايه حتى الاخر غادي ان شاء الله يتعلم الخياطه ويفهم الخياطه. لا واش يتعلم راه المهم غادي يفهم الخياطه كيفاش كتخدم القفطان ديالو كيفاش كتخدم الجلابه غادي يعرف غير كيفاش ان شاء الله غادي نحفرها وها راه حسب الضرب اللي كدوز فيها الخياطه صعيبه شويه ولكن كما كنقولوا الحاجه التقليديه دائما كنبغي شويه ديال الصعوبه
هذا ما بدينا نسيب شيء بارك عليكم يا الله يجعل البركة ما تقريبا كاملين واشيرين ديز عند الدارز وصلناهم ارقام ان شاء الله خلوا لكم تما الثمن 8500 درهم توصل بالمجان جميع المدن المغربيه كازا خارج كازا كما كنت شفنا واحد معنا موصلين بحل القافيه هذا بحل والقافيه الخضر اللي بغات تتصل وراه كتب وحده ديال 600 درهم دابا هي معنا موصلين ديالها بريسيوزا 600 درهم القاف الخضر ديالها خضر ما عندها وفينا المنطقه الوحيده اللي موجودين هذا ثاني لا موصلين في اللون ديال الزواقه تاي خفيفه ديال الحرير تاي جوج جلابه قفيطان بالقميص ديالو وقت ما كنقولوا الذوق ديالو اختيار ديال شنو تديري ليها الصحه والراحه مرحبا واش لكم وان شاء الله الفيديو الجاي صحتكم وراحتكم ايه اما جوج جلابه خطيره ديال الحضور جلابه مويه جلابه موشان لبسي وتعاودي لالا مولاتي تباني انت هي النواره في داك الحضور ولا في داك العرس ولا في ديك المناسبه تباني انت هي لالاهم ما كايناش شي وحده اللي غتبان بحالك العبار ديالهم جوج متر ونص على متر ونص الثمن ديالهم واحد الثمن جد 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 مناسب عوض 700 درهم على 300 درهم بروموسيون ديال 70% مرحبا ألف مرحبا اللي بغا شي واحد دوز عند الصندوق الوصف راه تلقى بعض الخدمات ومرحبا ألف مرحبا وتوصيل هذا المجال ياك ما الصحة والراحة صافي الله يعطيك الصحة والدسام كبير زين ما شاء الله زين